السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذ الأعزاء، أصدقاء الأعزاء. نقدم في هذا الفيديو نموذج للفرض رقم 2 الجزء الأول، لكي نأخذ فكرة أو نظرة عامة عن الخطوط العريضة التي يمكن أن نجدها في فرض مثل هذا. إذا نمر إلى السؤال الأول أو التمرين الأول. رتب المراحل الآتية بما يناسب منهجية المشروع الصناعي. إذا الخط العريض الأول هو منهجية المشروع الصناعي الذي يكون في الدرس. المراحل التي يجب اتباعها لكي ننفذ أو ندرس أولا ثم ننفذ ثانيا مشروع صناعي لمنتج معين، كيفما كان نوعه أو كيفما كانت قيمته المضافة، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. صغيرة مثل مثلا ديمو، مثلا متوسطة مثل مثلا دراجة نارية أو دراجة هوائية، كبيرة مثل باخرة أو سفينة أو قمر اصطناعي أو طائرة، بحيث أن هذه المنتوجات فهي ذات القيمة المضافة العالية جدا وثمنها غالي جدا. إذا هناك منهجية المشروع الصناعي، يعني منهجية يعني المراحل التي يجب اتباعها لكي ننفذ مشروع صناعي لمنتج معين كيفما كانت قيمته المضافة. إذا اتبعنا المراحل نجد أن نقطة الانطلاق أو نقطة الانطلاق للمشروع هي أولا، هل تريد ابتكار شيء لا يوجد أو أن تقوم بتجديد منتوج موجود؟ هذه هي نقطة الانطلاق. بعد ذلك يعني في نقطة الانطلاق هو أن تحدد ماذا تريد، تريد أن تبتكر أو أن تجدد، لأن هذه نقطة انطلاق لأي مشروع كيفما كان. بعد ذلك نمر إلى الدراسات القبلية، وتعلمون بأن الدراسات القبلية ترتكز على ركيزتين أساسيتين، دراسة السوق ودراسة المستهلك الزبون. دراسة السوق يعني معرفة ما هي المقاولات المنافسة والمنتوجات المنافسة لمنتوجنا وعدة معلومات حول هذا الشيء، وكذلك دراسة المستهلك يعني دراسة عقليته، قدرته الشرائية، عاداته، تقاليده إلى آخره. هذه هي الدراسات القبلية. الدراسة الاقتصادية أو ما أحبذ يعني تسميته التحليل الوظيفي للمنتج. ننطلق من وظيفة المنتج. ما هي الوظيفة التي سيقوم بها المنتج؟ ثم نبدأ في تحليلها وتفصيلها إلى وظائف صغيرة إلى أن نكون فكرة حول الوظائف التي يجب أن يتصف بها المنتج المطلوب إنجازه. فنستخرج من هذه الدراسة الاقتصادية أو التحليل الوظيفي ما يسمى بدفتر التحملات الوظيفي. كل منتج له دفتر تحملات وظيفي. بعد ذلك نذهب بهذا دفتر التحملات الوظيفي إلى الدراسة التقنية بكل ما تحمله من تصاميم، رسومات، دراسات تقنية محضة من كيفية الاشتغال، ما هي المعدات والآلات التي سنستعملها إلى آخره. ثم تنتهي الدراسة التقنية بإنجاز نموذج. نموذج يشبه المنتوج المراد صناعته، فيمكن لنموذج أن يكون مصغر أو بنفس الحجم ديال المنتوج الحقيقي، لكن نجرب هذا النموذج. إذا كان هذا النموذج جيد نمر إلى المرحلة الموالية، إذا كان هذا النموذج به صعوبات نرجع إلى الدراسة التقنية ونصحح ما يجب تصحيحه. وبطبيعة الحال
نعد نموذج ثاني. إذا كان جيد نمر إلى المرحلة الموالية. إذا كان النموذج به أعطاب به أخطاء نرجع إلى الدراسة التقنية إلى آخره، حتى نحصل على نموذج جيد ب80% فما فوق، ثم نبدأ الإنتاج على النموذج الأخير الذي قمنا بإقراره. الإنتاج يعني صنع عدة منتوجات، يعني استعمال الآلات، استعمال المعدات، العمال، استهلاك المواد الأولية، الضوء، الماء، الهاتف إلى آخره. هنا الإنتاج، إنتاج يعني صناعة النموذج بعدة نسخ. وبطبيعة الحال بعد الإنتاج لابد من عملية التسويق والإشهار. عند الإنتاج لابد من البيع، وإذا أردت أن تبيع يجب أن تقوم بالتسويق، يعني توزيع المنتج على نقاط البيع وإشهاره بطبيعة الحال باستعمال وسائل السمعية البصرية. بعد ذلك يستهلك المنتوج ويمكن أن يلقى بتلفيفه إلى القمامة. بطبيعة الحال إحنا القمامة لا يمكن أن نلقي بها بتلفيفات، لابد من القيام باستطوارها، يعني إعادة تدويرها، يعني تذويب البلاستيك والحصول على منتوج آخر، عوض أن نلقي بالتلفيفات من زجاجات ومن عبوات بلاستيكية أو معدنية إلى آخره. لابد من التفكير في الاستطوار، ريسيكلاج. وهناك من يتم إتلافه، يعني إلقاؤه في القمامة، مثل مخلفات الخضر يتم إتلافها. لكن تلفيفات المنتوجات بطبيعة الحال هناك استطوار لهذه التلفيفات ولهذه المنتوجات، كيفما كان نوعها بلاستيكية، معدنية، زجاجية إلى آخره. هذه بطبيعة الحال هي المراحل التي تم ترتيبها في هذا البيان، من نقطة الانطلاقة إلى نقطة الانتهاء بالإتلاف أو الاستطوار. التمرين الثاني وهو التحليل الوظيفي، وبالضبط التعبير عن الحاجة. إذا أردنا أن نعبر عن حاجتنا إلى مثلا آلة الغسيل، إذا أردنا أن نعبر عن حاجتنا فيجب أن نبدأ بالوضعية المشكلة التي أدت بنا إلى شراء آلة الغسيل لتنظيف الملابس. إذا في قراءتنا لهذه الوضعية المشكلة الخاصة بالغسالة الكهربائية، نظرا لمعاناة النساء، لأن النساء هناك معاناة في غسيل الملابس، وخصوصا العاملات أو الموظفات منهن. إذن الموظفة أو العاملة تريد أن ترتاح في منزلها، إذن يعد تنظيف الملابس من الأشغال المنزلية الشاقة جدا، مما يترتب عنه التعب الشديد أثناء تنظيف الملابس والأقمشة المختلفة. وهنا أقول الملابس المتسخة والأقمشة المتسخة المختلفة، مما يضطرهن إلى شراء غسالة كهربائية، لأن هناك اضطرار لا ماشين على ذلك. ولكن ما الهدف؟ مساعدتهن على تنظيف الملابس المتسخة ومختلف الأقمشة. إذن عند قراءتنا للوضعية المشكلة نكون فكرة حول الوضعية المشكلة التي تدفع نفسانيا المستهلك على شراء المنتوج. فنبدأ في وضع ما يسمى ببيان التعبير عن حاجة الذي أمامكم الآن، والذي فيه نكتب المنتج هنا، وهنا نجيب على السؤال على ماذا يؤثر المنتج، يعني مادة العمل الأولى، مادة العمل الثانية، لمن يقدم خدمة، يعني من هو الزبون، ومن هو الذي سنقدم الخدمة من غير الزبون. وهنا لأجل أي هدف، يعني
ما الغاية من هذا المنتج؟ لماذا نشتري هذا المنتج؟ ماذا سيفعل لنا هذا المنتج؟ فنحصل على، وبالتالي نحصل على بيان التابع عن الحاجة المسمى بيتاكورن، معبأ بطبيعة الحال بكل المعلومات انطلاقا من الوضعية المشكلة. المنتوج بطبيعة الحال هو الغسالة الكهربائية، نكتبه هنا. على ماذا يؤثر مادة العمل؟ هي الملابس المتسخة ومختلف أقمشة، فهي واردة في الوضعية المشكلة. لمن يقدم خدمة؟ للنساء العاملات وربات البيوت بصفة عامة، وخصوصا العاملات لأنهم بحاجة ماسة إلى هذا المنتج. والهدف هو الذي ورد في الوضعية المشكلة، تسهيل تنظيف الملابس المتسخة ومختلف الأقمشة المتسخة. هنا ذكرنا تسهيل لأن تنظيف فقط، فيمكن أن يتم تنظيف الملابس المتسخة باليدين، ولكن الغسالة الكهربائية دورها وقيمته المضافة هي تسهيل تنظيف الملابس المتسخة ومختلف الأقمشة. بعد ملء بيان تعبير عن الحاجة بيتاكورن بما يلزم في الأماكن الضرورية، ننهي بالتعبير عن الحاجة للمنتج اللي هو الغسالة الكهربائية، وذلك بالبدء أولا الغسالة الكهربائية، ذكر أولا المنظم الآلي الذي ندرس، تقدم خدمة لمن سنقدم لهم خدمة اللي هم النساء العاملات وربات البيوت، وذلك بالتأثير على الملابس المتسخة ومختلف الأقمشة وهي مادة العمل. من أجل ماذا؟ يعني الهدف هو تسهيل تنظيفها، يعني تنظيف ماذا؟ الملابس المتسخة ومختلف الأقمشة. إذن للتعبير عن الحاجة نستعمل صيغة واحدة، ومن ماذا يتغير؟ اسم المنتوج، ولمن نقدم خدمة، ومادة العمل، وكذلك الهدف من الجهاز. أما تقدم خدمة وذلك بتأثير على من أجل، فهي تتكرر بالنسبة لجميع المناظم الآلية. شكرا على انتباهكم، وأتمنى أن نكون قد أخذنا فكرة عامة حول الفرد رقم 2 الأسدس الأول. شكرا وإلى اللقاء.